نعم يارا، يعني نتحدث عن مجزرة إسرائيلية جديدة قد ارتكبها احتلال إسرائيلي قبل لحظات من الآن باستهدافه لمنزل مأهول بالمواطنين المدنيين بمخيم جديد في مخيم النصيرات المنطقة الغربية لوسط قطاع غزة. حتى هذه اللحظة ما وصل لمستشفى شهداء الأقصى 6 من الشهداء وأشلاء أيضا قد وصلت من خلال سيارات الإسعاف، إضافة إلى إصابات وصلت من خلال سيارات الإسعاف وسيارات مدنية إلى مستشفى الشهداء الأقصى. هناك حديث عن أن هناك عدد آخر من الشهداء لا زالوا تحت أنقاض المنزل، هناك إصابات قد وصلت إلى مستشفى العودة بمخيم النصيرات. هذا الاستهداف الإسرائيلي على وسط قطاع غزة في عتمة الليل وفي هذه اللحظات ليس الاستهداف الأول الذي يحدث على وسط قطاع غزة، إنما منذ ساعات الصباح كان هناك استهدافات إسرائيلية عدة على وسط قطاع غزة. تركز هذا الاستهداف من خلال قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لوسط قطاع غزة ما بين شرق دير البلح وشرقي مخيمي المغازي والبريد، إضافة إلى المناطق الشمالية، وهو نتحدث عن المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية أي التي هي على مقربة من محور نتكرين سواء من ناحية الغربية أو ناحية الشرق. كان هناك قصف مدفعي على منازل المواطنين على منطقتي المغراقة وأيضا مدينة الزهرة، هذه المناطق في منطقة شمال غرب وسط قطاع غزة. إضافة لذلك كل هذه الممارسات الإسرائيلية وهذا القصف الإسرائيلي المتعمد بحق المدنيين العزل يأتي بالتزامن مع استمرار الحركة المكثفة في طائرات الاحتلال الحربية والاستطلاعية أيضا، لا سيما نتحدث عن طائرات بقوات كابتر، هذه الطائرات التي تقوم بإطلاق الرصاص على المواطنين في مهماتها المختلفة وهي تحلق بشكل مكثف في المناطق الشرقية لوسط القطاع، وقامت اليوم بإطلاق رصاصة باتجاه المواطنين على مجموعة منهم كانوا يتواجدون في مخيم البريد شرق وسط قطاع غزة. طيب محمد، دعنا نتحدث قليلا عن وضع القطاع الصحي في ظل أن هناك العديد من المستشفيات باتت خارج الخدمة، تدمير لسيارات الإسعاف والحصار الذي يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، كيف هي الأوضاع؟ يعني ربما يرى أكون أنا قد استبقتك بخطوة في الحديث في هذا الأمر عندما تحدثت بأن هناك سيارات مدنية شاركت سيارات الإسعاف في نقل المصابين والشهداء سواء مستشفى الشهداء الأقصى أو مستشفى العودة، وهذه دلالة واضحة بأن المنظومة الصحية التي هي متهالكة أصلا بفعل حصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة من 17 عام هي زاد هذا التهالك بفعل الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء هذه الإبادة حتى هذه اللحظة. نتحدث عن مشاكل بأكملها، حرق الاحتلال الإسرائيلي كمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، اليوم أخرج أو بالأمس أخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد أن قام باستهدافه وقصف بالمدفعية، وأيضا كان قد سبق ولا زال حتى هذه اللحظة الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى العودة بمنطقة الزعتر في شمال القطاع، وهذا هو واحد من ضمن مشافي عدة قام الاحتلال الإسرائيلي باستهدافها بشكل مباشر. ولعل ما حدث في مؤخرا في مجمع ناصرة في مدينة خان يونس هو دلالة جديدة على هذا الأمر، ولكن على أي حال المنظومة الصحية كما قالت وزارة الصحة في أكثر من مرة وناشدت في أكثر من مرة تقول إن الاحتلال الإسرائيلي يزيد من انهيار المنظومة الصحية التي تفتقر للمستلزمات الطبية الأساسية في حال استمرت الغارات الإسرائيلية واستمرار وصول الإصابات إلى المشافي، حيث أننا نتحدث عن طبيب يتعامل مع أكثر من 5 أو 6 حالات في آن واحد بمساعدة ممرض واحد أو ربما في بعض الأحيان غير موجود، وإن كان موجود فهو من المتطوعين، هذا من ناحية الكادر الطبي. أما من ناحية الالتزامات الطبية نتحدث عن إجراء عمليات جراحية كانت ولا زالت تحدث لمصابين تصل لدرجة البتر، ويتم هذه العمليات دون أن يكون هناك مخدر في غرف العمليات كما قالت وزارة الصحة وبشهادة أطباء التخدير في أكثر من مرة وأكثر من مشفى. إضافة إلى ذلك الأدوات الأساسية الطبية التي محمد ماذا عن متوفرة. عن الطعام، ماذا عن الأكل في ظل هذا الحصار أيضا؟ هل هناك أفران تعمل؟ هل بقي معلبات اليوم عند من يسكنون الخيام؟ كيف يعني تتدبرون أمور
المواد الغذائية؟ يعني هذا الأمر غاية الأهمية، يرى ونتحدث عن ما تحدث عنه وزارة الصحة وأيضا المؤسسات على حقوقية هنا في قطاع غزة، حيث أنها نوهت بأن هناك مجاعة بتحديد المناطق الشمالية لقطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض حصارا قويا على مدينة غزة وشمالها هو يكرس هذا الحصار من خلال تحكم بما يدخل وما يخرج من هذه المنطقة، وما يدخل من المساعدات من خلال الميناء البحري الذي تم إنشاؤه مؤخرا تقول جهات الاختصاص بأنها قليلة جدا نسبة لاحتياجات المواطنين في تلك المنطقة. نتحدث عن مياه الشرب، هذه المياه التي بات الفلسطينيون هنا في قطاع غزة يتعطشون لأن يروها لا أن يتذوقوها، فهي غير موجودة، وإن كانت موجودة فهي باهظة في الثمن، لا يقدرون على شرائها، فديونهم باتت خالية من الأموال. خصوصا نتحدث عن حصار إسرائيلي، أيضا الاحتلال الإسرائيلي يفرضه على سلطة النقد وعلى المصارف في قطاع غزة التي دمر جزء كبير منها، فبالتالي من الصعب أن يكون هناك مال في جيوب الفلسطينيين. هذا من ناحية، من ناحية أخرى الاحتلال الإسرائيلي من خلال تقليل لما يدخل إلى قطاع غزة وتحكمه بطبيعة ما يدخل إلى قطاع غزة، خصوصا عندما نتحدث عن المساعدات ونتحدث عن المواد الغذائية، هو أيضا يحافظ قطاع غزة بهذه الصورة. نسبة المجاعة ترتفع، أي نعم هي ترتفع في مناطق أكثر من مناطق أخرى، ولكن بشكل عام المجاعة باتت موجودة، باتت منتشرية، وبالمقابل نتحدث عن أوبئة وأمراض باتت منتشرة في السكان النازحين بسبب قلة الطعام، وأيضا ازدحام النازحين فيما بينهم في خيام لا تصلح للعيش الآدمي، وكما وصفها الإعلام الحكومي في أكثر من مرة بأنها لا تقي برد الشتاء ولا حر الصيف، وأنها أيضا تزيد من معاناة الفلسطينيين. وكان الإعلام الحكومي قد حذر وطالب المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي بضرورة أن يكون هناك تدخل من تلك المؤسسات الدولية، من المجتمع الدولي، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء هذه الإبادة التي تلقي بظلالها على كافة منح الحياة، بل وإنها تنغص على الفلسطينيين حياتهم. عندما يقوم الاحتلال الإسرائيلي بهذه الممارسات فهو يزيد من هذه المعاناة، وهناك دلائل باتت واضحة عندما نتحدث عن من فقدوا حياتهم بسبب سوء التغذية، وهنا نتحدث عن أكثر من 30 طفل كما قالت وزارة الصحة. عندما نتحدث عن مياه الشرب التي دمر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، أغلب الآبار التي كانت يعتمد عليها الفلسطينيين في قطاع غزة في شربهم، وأيضا استخدامات الأسرى. شكرا جزيلا لك محمد أبو ناموس، كنت معنا من دير المباحث.